سؤال ما عرفتي تحليه، أنا مش عم تتركي فاضي. شو كتبتي؟ عن شو؟ كيف يعني؟ هلا أكيد بحاول أكتب أي شيء من ضمن الموضوع نفسه، بس مستحيل أتركه فاضي. ما بكتب شيء. ليه؟ هيك. ولا شيء؟ ولا شيء. أتركه فاضي؟ إيه. ما كتبت يعني ساعدوني أو ما عرفت الحل. شلفت أرباح. شلفت. شو كتبت؟ شلفت أرباح. هيك كتبت له؟ لا إنه هيك بخبيص. متى بتتذكر السؤال؟ لا والله. صايرة معك كتير. يعني كتير كتير. شلفته. شو شلفت؟ والله ما بعرف. هلا ايه اكيد يعني انه مو معقول انا عرفت كل الاسئله، بس انه يعني بحاول انه يكون بس من نفس صلب الموضوع. شو كتبنا؟ نقلنا الاسئله. عذرتوا بس حطوا السؤال عشان مرات تذكري. ما كتبت شيء، تركته فاضي. لا والله ما بتذكر. تركته فاضي، ما عرفت حله. ما جاوبت. نو. طب سؤال ما عرفت حله، كيف بدي جاوب؟ في ناس قاعده بتكتب فهم. والله شو؟ بس يعني تركنا الورقة فاضية وأخذنا صفر مدري خمسة. ما بتكتبوا شيء محل الفاضي. الحلقة القادمة إن شاء الله. لا هلأ. لا بالحلقة القادمة الجواب. لا خبصت يعني ما تركته فاضي. شو بتكتبي له؟ قصة حياة؟ لا يعني ما بخلي فاضي. أي شيء بيخطر ببالي ممكن أكتب، أي معلومة بعرفها. مع إنه دراستنا رياضيات فما كتير أنا عم تزبط معي. لو شرح أو عربي كان مشي الحال. ما تركت شيء فاضي ولا مرة؟ لا ولا مرة. الجامعة بالمدرسة بعدني بكالوريا.